السلام عليكم، كيف حالكم؟ هذا ابزر من كنار كليه وشباب ذا فيديو اللي هو بينجو درافت مع برونر. حياك الله يا سليمان. هلا والله، حياك الله يا مرحبا. اهلا وسهلا، منور القناه يا حبيبي. هلا بك حبيبي، نور نورك. الله يسلمك. طيب يا جماعه، بينجو درافت زي ما تشوفون شروط قدامكم، شروط بسيطه لكن صعبه في نفس الوقت. انا يجي من بنغال مشكلة والله. مان اوف ذا ماتش لاعب سيلفر، تيم اوف ذا يير تلاعب مع ست جنسيات سواريز، تيم اوف ذا سيزون ثلاثة لاعبين من نفس النادي بدون الفرنسيين. خلاص واضحة والشروط قدامكم. مظبوط، والتحديات راح نحاول نحققها بخمس دقائق فقط. انا مجهز التايمر ترى عشان نبدا نحسب الوقت. يلا نبدا نحسب الوقت الحين؟ يلا. يلا 1 2 3 وبديت احسب الوقت. يلا اخترت التشكيلة وابدا. يلا بسم الله، اخترت التشكيلة الحين. لا اوكي، نبغى تشكيلة فيها. ما ينفع هذه. لا ما تنفع هذه. انا الحين بالتشكيلة حاشلي تشكيلة كويسة. حلو، اخذت جودن. يلا لاعب تيم مدير ميسي. يا سلام ميسي. اصبر، انا الحين بالتشكيلة. انا وقف لي. بدأت انا وخلصت يا اخوي. اول شيء قلنا لاعب تيم. ابدا يلا، انا بنتظرك. شوي. لا خلاص. يا اخوي روح لا تحترق. اوكي يلا. يلا يا سلام يا سلام. قلنا ما سواريز فانتا. سواريز طلع ما في ماتش. خل اختار ما في ماتش عشان نرتاح. لا 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 لا، وش معنى احنا قلنا بدون فرنسيين؟ طلع لي بنزيما، وش اسوي؟ راح اجيب عشان التناغم، اروح ان شاء الله. ثلاث لاعبين من نفس النادي جبتهم. ام اس ان انت على طول. ام اس ان انا لا طلع لي فرنسي ثاني بعد. لا فرنسيين بنشوفهم بفرنسيين. جودن راح اختار جودن. هنا قلنا احنا سواريز ما طلع عليه تيم في سيزون. حلو، ما عندي ولا واحد تيم في سيزون. اعطوني جاني واحد سيزون. يا حلو سواريز جاني. يلا حارس تيم دير ما اعرف ذا ماتش ولا حارس يضبط مع اي احد. تعال احنا قلنا سواريز وخمس جنسيات، الجنسيات ضروري تكون. الله طلع لاعب ازرق. اول لاعب ازرق بالتشكيله. حلو. لا اسلم خلاص اسلم. استسلم يا سلمان. لا ما استسلم عليك، تو باقي الاحتياط. باقي الاحتياط يساعدنا عليك. اوكي يلا اصبر. هذا لاعب ثاني ما نفذ ماتش. تبي واحد؟ اعطيك. تعال يا ميراندا هنا. نشوف هنا بسرعه. بايتنا فرنسيين. انا معلق فرنسيين. دون خلنا نشوف كم باقي الوقت. الوقت باقي 3 دقائق. انا مدي على الزر. ساتر كل بلانك. تعال يا اخي ليش كذا؟ اربي تعال انت اربي. اسباني يمكن يفيدنا. فك انفور محارس نفاذ. صح انفور منو داخل. راح اجيب الحارس نفاذ عشان يرفع الكيمستري. كويس. لا خمس جنسيات نسيتها. التناغم 100%. لا سيلفر. ست جنسيات مو خمس. طلع لك سيلفر ولا لا؟ لا والله ما طلع لي سيلفر. اجل ننتظر نشوف اللي يطلع لي سيلفر. شغل السيلفر بيكون حاسم الواحد منا. طلع لي طلع لي برتقالي. احنا ما في ماتش. لا بالغلط اخترت هذا يا شيخ. يلا نيمار راح يقفرق. نيمار لو اجيبه والله ما ادري اجيب نيمار ولا اجيب سيلفر. ثلاثة تيم اوف ذا سيزون. نيمار ولا سيلفر. انا في حارس تكفى. راح اجيب سيلفر. تعال يا سيلفر هنا. كويس سيلفر رفع الكيمستري. بطل. لكن طلعت جودن برا. بريكر بوفون هنا. كويس كذا مضبوط. 88 يا عزيزي. نبغى لاعب. يا ساتر. تعال انت يا اخي. صعبه لاعب ثلاث من السيزون. صعبه الشرط ده. تعال انت. والله من جد السيزون. تعال جودن. حلو تياجو. تعال انت. والله التشكيلة مشكلة. والله تشكيلتي ضايعة مرة. من جد مثلك. والله مثلك. ديفيد لويس. الله ديفيد لويس وتياجو سيلفا. تعال هنا. لا لا يا شيخ. خلنا نجيب ميراندا. اصبر ميراندا. لا ما اخترت نيمار انا. يا الله ما اخترت نيمار. ايوه صح. كان بالي قلت بنقز نيمار. ضيعت نفسي بنفسي انا. كم باقي الوقت؟ دقيقة. خلص؟ باقي الوقت دقيقة و13. يا ساتر يا ساتر يا ساتر. ايش خلنا نختار؟ والله تشكيلتي رايحة فيها. انا ضايع والله انا ضايع. لكن الكيمستري كم عندك؟ لحد الان دقيقة بس 87. 87. انا اعلى منك بواحد. خلنا انا بحاول ارتبهم. اصبر برتبهم. بحط القويين اساسيين. اوكي 93. وش 93؟
التراهو. لا وين الريتنج؟ لا 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 بس انا ضيعت انه دخل ذا ولعب سيلفر اخذته والله بالحظ يا شيخ نسيت. سليمان سم خلاص انت خسرت انا اسف. بس كل بلانك طلعت رونالدو برا. بس الوقت بيقضي لا 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 سري 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 والله ما ادري ايش اسوي. الوقت اتوقع الوقت قرب يقضي. 6 ثواني 5 ثواني نشوف جودن. جودن يفتح شيء. 1 2 3 4 5 لا مو 5 قضى الوقت. وقف 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 قضى الوقت. اوكي 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 والله تشكيله حلو حلو خلاص انا راضي جدا. الحين خلنا نختار مدرب ونشوف الاحصائيات كم ثم نرجع نحسب النقاط. اوكي اوكي يلا اختار مدرب. اختار مدرب. ابغى مدرب يرفع الكيمستري شوي. اوه ده 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 يضبطنا. هذا يضبطنا. هذا يضبطنا مرة. تعال الله يستر. لا ان شاء الله انا اشوف اني ان شاء الله باذن الله فايز ان شاء الله. حلو انا عند ملخص الفوت درافت. خلاص ما اخص الفوت درافت. انا عندي 180. كم عندك؟ 188. اوكي 188 يعني فرق 8 نقاط. لا يفرق 8 نقاط صح؟ اوكي ايه. نقاط 180 قريبين لهم بعض. اللي يفرق اللي راح يفرق ان شاء الله اللي هي النقاط هذه. نشوف كم حققت شرط. انا ببدا احسب لك انا ثم انت تبدا تحسب لي. هل عندك لاعب مان اوف ذا ماتش؟ اوكي عندي لاعب مان اوف ذا ماتش. اوكي هذه هذه 5 نقاط لك. لاعب سيلفر؟ عندي لاعب سيلفر ظهير اليمين. هذه 10 نقاط. تيم اوف ذا يير؟ عندي ميسي 99. يا شيخ من الحين انت فايز خلاص. تلعب 100% انت تلعب 100% صادق؟ اي والله انا حطيت اكس لكن يلا اوكي 5 توقعت ما عندك. 6 جنسيات. عد لي الجنسيات اللي عندك. ارجنتيني اوروغواي برازيلي اسباني تشيلي. 5 كم؟ 5 لقى واحد. لا ما في. خلاص 5 جنسيات. الحين عندك 20 نقطة. قلت اسباني انا؟ اي قلت اسباني. عندك 20 نقطة. اوكي اوكي. سواريز عندك؟ عندي سواريز. ايش خليت خلاص عشان كنت تفوز. قلت لك خلاص. 5 نقاط. انا عندك 25 نقطة. لاعب 3 لاعبين تيم اوف ذا سيزون. اوكي. عندي 1 2 3. اي 3 مضبوط. مضبوط هذه 10 20 30. عندك 30 نقطة الآن. حلو. 3 من نفس النادي. MSN MSN يا شيخ ما يحتاج تحسب لي. فرنسيين؟ بدون فرنسيين. تمام ممتاز. يا رجل أنا أقول لك من الحين مبروك ما يحتاج تحسب لي. مشكلة الله. خلاص أنت الفائز على كده. أنا ما عندي تيم أوف دير ولا عندي سيلفر. انت أيوه؟ السيلفر عندك بالاساسيه تشكيله اساسيه. ايه مظبوط. طلع لي والله اخذته نسيت اصلا الشرطه اخذته بالغلط. هذا المحظوظ. هذا المحظوظ. فهو ترفع يا اخوي جدا. انا ما عندي سيلفر ولا عندي انت مثير وتناغمي ناقص. 6 جنسيات ما اتوقع عندي 6 جنسيات لان ما عندي 6 جنسيات اتوقع. سواريز ما طلع لي. يا ساتر يا ساتر. عندي فرنسيين 3. التشكيله مره محيوسه. يلا ارد لك يا حشام. هذا كان تحدي جميل وصراحه تستاهل. انت حققت الشروط وكان حظك كويس. الله يسلمك حبيبي والله. اوكي يا شباب اتمنى ان بسطتوا في المقطع. تلاقون قناه برونر تحت في الديسكربشن. معروف ما يحتاج لكن برضه ضبطوا بالاشتراكات يستاهل. فيب عندك شيء تقوله قبل ان المقطع؟ اتمنى ما تقصرون مع ادم باللايكات يا شباب. ادعموا ادم باللايكات الله يخليكم. وكذا بس مع هذا اللي حبيبي قلبي. بس هذا كان اليوم يا شباب. اتمنى ان بسطتوا في المقطع. كان معكم اخوكم ادم وسليمان. مع السلامه.